اهلا 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 بست الكل، منوره الدنيا كلها، منوره باصحابها، منوره يا حاج. المكان منور باصحابه يا ابني. ان شاء الله يكون الطريق ما تعبكيش. لا دي السكه زي الحرير، ده كفايه الزرع والخضره، حاجه تشرح القلب بصحيح. اتفضلوا افرجكوا على المكان، اتفضلوا اتفضلوا. ايه رايكم؟ حاجه تفرح بصحيح. كل الحاجات دي ملكك يا سخاوي بيه، وايه دي تكون جنب الحاجات الثانيه. اتفضلوا انا موضب لكم اكل كفايه. الله بيتك حلو قوي. اهل الارض دي كانت خرابه زي الحاره بتاعتكم، حطيت ايدي فيها بقت زي ما انت شايف. يا حلاوه يما، ده في بحر هنا. اهو العز اللي انت شايفاه ده كله انا مش حاسس بيه، لاني وحداني معيش ونيس. طب ما تتجوز يا اخويا. اللي اتجوزها لازم تكون في حلاوتي. ايه؟ اتفضلي. مش دي برضه البنت لواحظ؟ اه هي. بسرعة يا محمد. تحبوا نكمل كلامنا هنا ولا نخش جوه؟ لا خلينا هنا جنب البحر عشان نتكلم في المشروعات. خلينا برضو هنا. اتفضل. اذا انك بتحب البحر قوي. ده شكله جميل قوي قوي، مش كده يما؟ قوي يا اختي. ده انا كنت فاكر ان زينب لسه نايمه، هي خرجت راحت فين؟ والله علم علمك يا ستايل، انا من قيمه شويه كده شفتها خرجت هي والست مامتها، كانت في عربيه بره في الحاره مستنياهم، ركبوها ومشوا، راحوا فين؟ الله اعلم. هي والست مامتها ركبوها ومشوا. انت شرفتي ونورتي، انا مستنيكي بكره في المكتب عشان نكمل كلامنا. بمناسبه ايه؟ انت نسيتي ولا ايه؟ هنكمل كلامنا في المشروع بتاعنا. ما اشوف ما اشوف. انا موافقه، هو في مشاريع اجمل من كده؟ اما بعدين معاك. اطلع يا اسطى. سعيد لغايه باب البيت يا سعيد.